سمعنا فقرتنا النهارده كلها بهجه وتفاؤل، عشان كده معانا كورال النهارده مميز جدا، كلهم بداوا الغنى بعد سن الستين. ده بيثبت لنا ان كل واحد يقول لنفسه كده ان العمر هو مش مجرد رقم، لا، ان الشباب شباب القلب، ولما حد بيبقى عايز يعمل حاجه ما بتفرقش الوقت امتى، عمرها ما كانت متاخره. القلب والروح هو اللي بيخلي الواحد ان هو يطلع لقدام يحقق احلامه مهما كان العمر ومهما كان السن. احنا النهارده مش معانا بس مش معانا فنانين محترفين، بالعكس احنا معانا مجموعه مميزه جدا نتعلم منها الاصرار على النجاح وحب الحياه وان الاحلام ما بتنتهيش لكنها دايما بتتجدد وبيتجدد معاها حياتنا كلها، وان الفن والموسيقى ممكن جدا يبقوا غذاء للروح. خلينا نرحب بضيوفنا الجمال اللي منورنا النهارده، كورال السنوات الذهبيه او كورال بعد الستين. معانا اول حد معانا النهارده دينا حشيش، مؤسسه كورال فوق الستين، بس مش فوق الستين. دينا اهلا بيكي، اهلا بيكي، منورنا. ومعانا كمان المايسترو حسام الدين سمير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيكو. ومعانا بقى الكورال الجميل اللي منورنا النهارده وامتعتونا جدا جدا جدا، معانا استاذه سمر ماجد، اهلا بيكي. اهلا. سوسن ابراهيم. اهلا. لمياء محمد. اهلا. استاذه وفاء احمد، والاستاذه ليلى احمد، والاستاذه منال محمد محمد، انا مش عارفه مين فين. واستاذه نهاد حسن خالد، والاستاذه زينب محمد شفيق، اهلا بحضرتك. واستاذه هدى جمال الدين. والاستاذه هناء محمد، اهلا بحضرتك. واستاذه سلوى عبد الله، منورنا. منورنا. يعني طيب خلينا نبدا معاكي يا دينا، وتقولي لنا الفكره الجميله المختلفه دي ازاي جات لك اصلا، ويعني انت ليكي علاقه بالموسيقى ولا ازاي قررتي؟ انا حقيقي يعني متشوقه جدا اعرف بصراحه، لان فكره فعلا مختلفه جدا وجميله. يعني اهلا بحضرتك. اهلا بيك. احنا اساسا الكورال ده جزء من نشاط مؤسسه جولدن ييرز للتنميه المجتمعيه. مؤسسه جولدن ييرز هي مؤسسه مقيده في التضامن الاجتماعي، هدفها الاساسي هو نشر فكره التقدم في السن بصوره صحيه. يعني ايه؟ يعني ان احنا نعمل أنشطة ندمج أهالينا من الكبار في أنشطة اجتماعية، بحيث إن هم يقدروا يكبروا دايرتهم الاجتماعية. كلنا كل ما بنكبر دوائرنا الاجتماعية بتصغر. طبعا.
فطبعا نشأت الفكرة أثناء الكورونا لما كنا كلنا معزولين اجتماعيا، وكان هدف من أهدافنا إن احنا ازاي إن احنا نقدر ندمج أهالينا في الأنشطة المختلفة بحيث إن هم نطلعهم من العزلة الاجتماعية اللي كانت موجودة وقت الكورونا. فابتدينا الأول أنشطتنا أونلاين، وابتدينا إن احنا نعمل أنشطة توعية بالإدماج في التوعية المعرفية بالإنترنت، إزاي يفتحوا الكاميرا، إزاي يفتحوا الميكروفون، الحاجات دي عشان يتواصلوا مع أهليهم أثناء العزلة. وبعد كده ابتدينا نعمل أنشطة زي الكورال، زي زيارات لدور المسنين، زي إن احنا بنعمل نادي الكتاب، عندنا رالي مشي، عندنا أنشطة كتيرة مجتمعية بحيث إن أي حد عنده حلم كان نفسه إن هو يقدر يحققه وما كانش عنده الوقت، وقت عشان الشغل، عشان ولاده، علشان أهله، مشاغله الحياتية قبل سن الستين أو قبل التقاعد، يقدر إن هو يحققها بعد كده. ده الوقت الذهبي بقى. الوقت الذهبي عشان كده اسمنا السنوات الذهبية. أيوه. هو ده الوقت اللي هم بيعيشوا فيه لنفسهم أكتر، يعني طول الفترة اللي فاتت بتعيشوا للزوج وللأولاد وللشغل وللحياة، دلوقتي بتمتعوا نفسكم أكتر. الكورال والاشتراك فيه فرق معاكم إزاي؟ إزاي بقى؟ مين؟ أستاذة زينب. أهلا بحضرتك. طبعا الكورال ده كان بالنسبة لينا يعتبر عودة للحياة مرة أخرى. للي كانوا طبعا، لأن طبعا لما بنكبر طول حياتنا مشاغلنا زي ما قالت الأستاذة سالي بتبقى واخدانا، شغلنا، أولادنا، يمكن بننسى اهتماماتنا الشخصية. ولما بنكبر بنحس إن خلاص يعني اللي حقق حقق بقى، لكن لا، جولد جيل كوميونيتي قالت لنا هتقدروا تحققوا في أي سن، وفعلا ده اللي عملناه. كل واحد كان نفسه يعمل حاجة ابتدى يحققها من خلال المجموعة الجميلة دي. أنا بحس إن دي رسالة نبيلة لا تقل أبدا على الاهتمام بأي شيء في المجتمع طبعا، لأن ممكن نقول إن كانوا يعتبروا إن اللي كبروا دول مهمشين. لا، مش مهمشين، ده احنا بنبتدي حياة من أول وجديد. صح. بنشد من قدر بعض، بنشجع بعض، بنعمل لنفسنا مجتمع من أول وجديد. يا جماعة، ده أنا قعدت طول عمري نفسي أكتب، وخدتني الحياة من خلال جولدن ييرز ومن خلال الفيسبوك قدرت أعمل كتاب في السن ده هو. فعلا الحمد لله. تمام. عظيمة. وكان يعني تشجيع عظيم من جولدن ييرز ومن إخواتي الحلوين دول اللي حوالينا من ناس كتير قوي. دي رسالة، أنا بقول دي رسالة المفروض تستحق جائزة نوبل. حضرتك كنت منورانا في السفيرة عزيزة واتكلمنا على الكتاب كمان. أيوة. مع أستاذة سالم منصور كنت. تمام. طيب لو قلنا إنه فكرة الاشتراك مع جولدن ييرز أو اشتراك في الكورال أو تغيير الحياة، في قصة معينة إنه في مثلا الحياة مثلا كانت بدأت تقف خالص وفي تغيير حصل بعد كده، حد عنده قصة؟ اتفضلي. أنا منى الخشاب. أهلا بيكي. طبعا فرقت كتير قوي بصراحة، يعني في فكرة إنك أنت تبقي خلصتي رسالتك وما أنتش ما فيش أي حاجة هتعمليها تاني، شغلك خلاص، بنتك كبرت وعندي حفيدة، فطبعا بالتالي خلاص الحياة فضيت عليا، جوزي متوفي، فعايزة أعمل حياة لنفسي. بقيت أفكر إزاي، لغاية ما عرفت جولدن ييرز كوميونيتي وابتديت أشترك فيها. وبعدين في حاجة مهمة جدا بقى في الموضوع ده، إن احنا بنتعرف على بعض، على شخصيات جديدة، كلهم يعني رائعين بجد. فكرة انك انت تعرفي ناس جداد في حياتك بعد ما كبرتي دي طبعا، انا كنت متخيلة انها اصبحت مستحيلة. لا، مع جولدن ييرز الحقيقة، وكلهم ناس في منتهى الجمال مليين علينا حياتنا، وطبعا المايسترو برضو له فضل برضو في ان احنا يعني بنوصل للمرحلة دي ان احنا قد كده بنحب بعض وقد كده كويسين مع بعض. احنا عايزين بقى نروح للمايسترو كمان. حسام، قلنا بقى يا مايسترو، يعني ايه اللي شجعك انه يعني لما لقيت كده في بداية لتكوين الفريق انك كمان تبقى موجود معاهم وتبدأ ان انت تدربه؟ اللي شجعني الفكرة طبعا، يعني مدام دينا الفكرة نفسها زي ما تفضلت وقالت الفكرة رائعة ومثمرة وهتستمر في اماكن عديدة، يعني ان شاء الله
فتشجعت لما لقيت ناس عندها هذا الإحساس إنها ممكن زي ما قالوا كده تفضلوا إن الحياة تبدأ تاني مش هتتوقف. فطبعا ده شيء يشجع. أنا عندي يمكن تجربة سابقة حاجة خاصة، لكن ده عجبني وشجعني أكتر، وابتديت أشجعهم أكتر، وعرفت إن في تغيرات كتير في حياتهم حصلت مع الغنى والموسيقى، الغنى والموسيقى والتجمعات والخروج وحاجات كتير قوي يعني. بس كل حاجة داخلة فيها الموسيقى يعني، لا أسمح بغير دخول الموسيقى في كل حاجة. فطبعا ده شيء رائع يعني، والواحد بيحس إن هو طالما شارك بواحد في الألف في هذا العمل إنه عمل حاجة كبيرة يعني. هل أنتوا اللي بتبدأوا تختاروا مثلا مين اللي ينضم للكورال، مين اللي ينضم لنادي الكتاب أو للأنشطة المختلفة، ولا لو حد حابب إنه يعني يروح لنشاط معين تمام بتدوله الفرصة دي؟ احنا الحقيقة بنشجع يعني كل الشباب فوق الستين ان هم ينضموا الينا. فيعني بنعلن الانشطة المختلفة اللي احنا بنعملها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان يعني الناس تقول لبعضها بحيث ان هم يجيبوا قرايبهم وحبايبهم واهاليهم اللي ممكن يكونوا مش على وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتواصل معاهم ويشتركوا معانا، بحيث ان هم اللي مهتم بحاجة يقدر ان هو يشارك فيها. لو حد طول عمره نفسه يكتب بس ما كانش عنده الوقت ان هو يكتب، بنشجعه ان هو ينشر الكتاب بتاعه. حلو. نفس الشيء بالنسبة للغنى، نفس الشيء بالنسبة للأنشطة المختلفة، الرسم او الحاجات الاشغال اليدوية بالظبط. فبنحاول ان احنا نتيح فرص مختلفة ان هم يقدروا ان هم يشاركوا في أنشطة مختلفة ويبنوا علاقات اجتماعية جديدة، لان الناس اللي هتبقى في الكورال غير الناس اللي هتبقى حاضرة نادي الكتاب، غير الناس اللي هتبقى حاضرة لو احنا عاملين رحلة او خروجة او بنحتفل بأعياد الميلاد. حلو قوي كمان. بس في ناس مشتركة في اكتر من نشاط. طبعا طبعا. فبيبقى في ناس مشتركة مثلا بيجوا معانا دايما متطوعين. احنا المتطوعين كمان اللي معانا بيكونوا مش بس متطوعين صغيرين يعني، احنا بيجي معانا متطوعين في مدارس وفي شركات، موظفين من شركات في القطاع الخاص او من هيئات مختلفة او كذا. بس بيجي معانا كمان متطوعين لغاية فوق 90 سنة. والمجتمع بتاعنا فيه ناس لغاية فوق 100 سنة كمان. فبنحاول نشجع يعني الناس على فكرة التطوع والاثر المجتمعي، وان هو مش معنى ان انا كبرت يعني خلاص كبرت وعجزت، بل بالعكس اقدر اعمل انشطة مختلفة. طيب صح. طيب نسمع حاجة؟ نسمع حاجة. نسمع حاجة بقى. نسمع حاجة من الفولكلور. سلم علي من اجمل الاغنيات الفولكلورية، وفيها مجموعة صلوات لازم نعرف اختياراتهم. سلم علي لما جبلني
سلام سلم عليك. أنا وردة ناجية وتشبكها فوق صدرك أما تملكها. أنا وردة ناجية وتشبكها فوق صدرك أما تملكها. دلوقتي حامي عليك شوكها وحبيبي سلم علي سلم علي لما جبلني وسلم علي. يا سلام يا سلام سلم علي. أستاذة منال خدارة كان عندها قصة. أنا؟ أه عايزين نسمعها بقى. أنا بعد ما طلعت معاش طبعاً كان صعب شوية بعد الشغل والحركة إن الواحد بقى يطلع معاش ويبقى قاعد ما بيعملش حاجة كده، خاصة زي ما زمايلي قالوا ان ما بتشتغلي. انا كنت مهندسه اوكي يعني بتنزلي مجال حركه كتير. فقعدت فتره كده مش عارفه يعني زهقانه وعايزه اعمل اي حاجه. انا طول عمري بحب الفن طبعا والمغنى جدا. بس ما كانش في وقت زمان طبعا ايام الشغل والاولاد وكده. فلقيت صفحه جولدن ييرز على السوشيال ميديا، بعت لهم رحبوا جدا ورحت حضرت لهم ايفنت كانوا عاملينه واشتركت بقى معاهم وبقت حياه جديده. حياه جديده احلى يوم تقريبا اللي بنحضر فيه. حلو قوي. قبل الاشتراك معاهم اهتمامكم بالغنى ده كان موجود قبل كده؟ كلكم؟ ما حدش كانت اول مره انه الغنى حاجه مهمه بالنسبه لي؟ على ما كلنا بندندن العاديه يعني ممكن تبقى مش مستهويه حد. انما احنا كلنا بنشترك في ان احنا فعلا بنحب المزيكا وبنحب الاغاني. معانا زمايلنا يعني حافظين اغاني من زمان جدا جدا كلهم. الله. ما شاء الله فكلنا مشتركين في حته المزيكا ان احنا بنحبها. والمايسترو طبعا بيخلينا
نعشقها اكتر. طيب مين اللي بيختار الاغاني؟ يعني هل ممكن تقترحوا على المايسترو كده احنا بنحب اغنيه معينه وعايزين نغنيها؟ لا ولا ديكتاتوريا مايسترو؟ ليه مايسترو كده؟ فكره الاقتراح طبعا حلوه وورده وكل حاجه، بس يعني بس مش وجودي، مؤجله للسنوات القادمه. مؤجله لامتى يا مايسترو؟ طيب لما ياخدوا خبره شويه. في فرق بين ان حضرتك تكوني بتحبي غنهم او انها لايقه عليكي، تفرق كتير. يعني ممكن حضرتك بتحبي اغنيه او مطرب معين، بس انا برؤيتي انا بخرج العمل، تمام، فشايف ان لا ده رغم انك بتحبيه بس مش لايق على الكاركتر بتاعك او شخصيتك، عشان في امكانات كامنه يمكن هما ما يعرفوهاش، وده موجود عند مدام زينب تحديدا. حاجه زي معلش جميل يا مدام زينب، احنا امكانياتنا الصوتيه مش زي زمان، ولكن يكفي ان المايسترو العظيم ده عارف يسكن كل صوت في مكانه المناسب الى حد ما. لا والموضوع مش صوت بصوت واحساس، يعني عايزه تغني من جوه كلكم بصراحه. بصراحه احساس جدا بصراحه، دي حقيقه. بتحسوا بايه لما بتغنوا الاغاني دي؟ يعني اللي اكيد كانت في وقت من الاوقات يعني انتوا عايشين معاها وعايشين وقت ما كانت لسه بيتم طرحها وبتنزل وكده، فبتحسوا بايه بقى وانتوا بتغنوها بنفسكم؟ ايوه بقى نفتح البوم ذكريات من اول جديد، بنفتح البومات من اول جديد. ايوه كل غنوه ليها معانا ذكرى، موقف، فتره معينه. فده شيء جميل يعني. طبعا والله طبعاً. الجميل ان انتوا جيتوا نورتونا النهارده وامتعتونا جدا جدا بجد، ويعني مبسوطين جدا بيكو، وميرسي يدينا بجد على المجهود اللي انتوا عاملينه. ميرسي يا مايسترو بجد، ميرسي ليكوا جدا جدا جدا، ميرسي ان انتوا نورتونا النهارده، نورتونا واسعدتونا. بس انا مش هينفع اسيبكم من غير ما نختم باغنيه. يا ريت لو سمحت نختم، يعني مدام منال هتضهر هتقول جمله وهنرد عليها. انا في انتظارك، اظن دي كل الناس عارفاها وبتحبها، حاجه كل سنه يا بحبها. حلوه قوي. وعديت بالثانية غياب.